والحساب المؤرخة 1276 هجرية واللي بيها مقطوعة للفاروقي الموصلي. هذه المخطوطة أيضا مخطوطة، فقط أعرض نماذج من هذه الورقة من المخطوط، فيها أخبار امرأة القيس الشعر ونبذة من أو طرف من شعرها. هذه المخطوطة مخطوطة بها أو بها تحتوي ترجمة المتنبي. أيضا هذه المخطوطة أصلية وأخبار القائد جوهر. هذه المخطوطة الأصلية، هذه أخبار أبو الحسن جوهر بن عبد الله المعروف بالكاتب الرومي. هذه الورقة فقط. عندنا هذه أشعار في الغزل والمديح والمواعظ والحكم، أيضا هذه مخطوطة أصلية. كتبت بخط مؤلفين. هذه المخطوطة أو قصيدة، نعم مخطوطة لمحمد عبد الله الهجري بالنجف في مدينة النجف عام 1963 واللي تحوي أربع قصائد. هذه أيضا أصلية كتبت بخط مؤلفها، أيضا هاي من ضمن المخطوطات اللي تحويها مكتبة المجمع العلمي. طبعا مخطوطات كثيرة. هذه رسالة موجهة إلى الملك العراق. موجهة من الاتحاد الأممي للمزاملة العلمية في الدراسات الإسلامية في اسطنبول، وتلاحظون هذه المخطوطة موقعة بنائب الرئيس هذه الجمعية. هذه نبذة مختصرة عن مخطوطات المجمع العلمي اللي مخطوطات أصلية وذكرنا بها نادرا، وأنا أحمل وياي أيضا صور إن شاء الله، صور لهذه المخطوطات. أنا اللي يثيرني هذه المخطوطات، لأن هذه المخطوطات يعني من هذا الإهمال. أنا هذه المخطوطات لنفترض أنها مجلدة ومع الإهمال اللي تعاني، لكن هذه المخطوطات هذه الأتربة، هذا التراث الحي. هذه الورقة تحمل تراث حي، تراث آبائنا أجدادنا، وحتى لم يكن آبائنا أو أجدادنا، لكنها تراث الإنسانية والبشرية. تحضن هذه المخطوطة مختومة، لم تدرس، عليها تعليقات، عليها هوامش، لكنها لم تدرس، لم تفهرس، لم تعطى الأهمية اللي هي تستحقها أصلا. هذه المخطوطات وهذه مكتبة المجمع، وهذه الأفلام المبعثرة اللي تشوفوها، هذه الخزانة اللي تحوي هذه المخطوطات الأصلية واللي بقت قابعة بها إلى أن جاء الاحتلال وعانت اللي تعاني من القدم ولحد الآن. هاي مخطوطة من المخطوطات اللي يحتويها المجمع، هذه اللي أشتغل إن شاء الله عليها في فهرستها ودراستها، لكن طبعا لا أستطيع بدون الإمكانيات اللي من المفترض أن تتوفر، كما يقال المثل اليد الواحدة لا تصفر. هذه مخطوطة هذه نادرة جدا ومكتوبة منسوخة، لكن لا يعرف لأنها مملة، لا يعرف لا مؤلفها، لا اسم المخطوطة، ما هي ما فقط أعمل أنا على فهرستها، وإن شاء الله عندما تتوفر عندنا الإمكانيات ممكن نجلدها، ممكن نعطيها العناية اللي تلاقي هذا التراث المخطوط في مختلف دول العالم وحتى الدول الفقيرة، تعتني، لكن لا أعرف. هنا في العراق الموازين تختلف كثيرا. إن شاء الله إحنا نعمل على الحفاظ عليها.
خاصة يعني إذا تتوفر الإمكانيات إن شاء الله ممكن. نعطيها العناية اللي تستحقها. هذه المخطوطات أيضا اللي تعاني من الإهمال، نخرج هذه المخطوطات، هذه كلها أني طبعا أصر على أنه أعاود في كل مرة على هذه المخطوطات لأريكم هذا التراث الإنساني والإهمال اللي تعاني هذه المخطوطات. طبعا هذا الشيء هو دفعني لأن برعاية طبعا الدكتور داخل رئيس المجمع العلمي العراقي أنه أنقود حملة للنهوض بمخطوطات المجمع العلمي العراقي. مخطوطات المجمع العلمي العراقي، هاي الحملة طبعا انضم لها أنا تحدثت ويا معظم علماء في العراق و يعني اتكفلوا بدعم هذا المشروع وتبرعونا بعدد من المخطوطات اللي ممكن نضيفها إلى خزانتنا. هذه أيضا مخطوطة كما تلاحظون، مخطوطة لا يعرف أولها مؤلفها عنوان المخطوطة، بالتأكيد هذه مخطوطتين طبعا ما متلاصقين هكذا تضاف بدون، المهم تحشر في هذه هذه الحافظة، بالنسبة إنها حافظة تعتبر هكذا تحشر بدون دراسة ولا أي. وهذه الخزانة اللي تحويها هذه المخطوطة النادرة، سأريكم هذه المخطوطة، إنها تدمي القلب. ما تلاحظون تدمى القلب، هذه مخطوطة أيضا عليها تعليقات هوامش، مخطوطات أصلية مهما يكون عمرها، حتى لو كان عمرها 10 سنين هي تعتبر مخطوطة والمفروض نحافظ عليها، المفروض تلاقي أو تدعم أو تولى الأهمية. يعني هذه المخطوطة أيضا افتتت هذه المخطوطة وتبقى هكذا. هذا الخزانة اللي نعتبرها للمخطوطات تحوي الكثير، واللي عديتهم تقريبا 150 مخطوطة من هذه المخطوطات النادرة والأصلية. طبعا أنا هذه الحملة اللي أقودها في المجمع العلمي العراقي أحتاج إلى دعم ليس مادي فقط، وإنما أول إحنا ما نركز على الجانب المادي فقط، نركز على الجانب المعنوي والدعم والمساعدة في دعمنا بالخبرة للحفاظ على هذا التراث اللي هو تراث الإنسانية، تراث الإنسانية. أشكركم على حسن إصغائكم وأتمنى لكم الخير، شكرا جزيلا.